تمام حضرتك، معلش السؤال الثاني حضرتك، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في طائفة هتخش الجنة يسموهم الجهنميون، صحيح، حديث صحيح؟ اي نعم، نعم شكرا. يدخلون النار حتى اذا امتحشوا واصبحوا حمما يدخلون النهر يسمى نهر الحياة، فيغسلون في نهر الحياة، ويدخلون الجنة يسميها الجنة الجهنميون. تمام، جزاك الله كل خير. الله شكرا. يسلمك.